إنجيل حساب النفقة، مشهور بالأسماء دي. أول نقطة نلاحظها في الإنجيل بنقولها النهاردة في أول آية: وكان جموع كثيرة سائرين معه فالتفت وقال لهم. اللي عاوزين يمشوا ورا السيد المسيح كتير، لكن مش الكل ليهم نفس الغرض. في الحقيقة إن عدد كبير من اللي كانوا ماشيين ورا السيد المسيح كانوا ماشيين وراء السيد المسيح الذي يصنع المعجزات، اللي شفى المرضى وأخرج الشياطين وأقام الموتى، اللي صنع معجزات عظيمة حتى إنه كان له سلطان على الطبيعة، على البحر، على الشجر، وبالتالي كانوا منبهرين بهذه المعجزات، عاوزين هذا المجد، عاوزين المديح اللي من الناس، لأنه في كمان تلاميذ مشي وراه واداهم هذا السلطان ان هم يشفوا الامراض ويقيموا موتى، وبالتالي هم عاوزين المسيح اللي فيه مجد، اللي فيه عظمة، اللي بيعمل معجزات، لكن قليلين اللي عاوزين المسيح المصلوب والمسيح المهان المذلول، دول قليلين. فالسيد المسيح بص للجموع كده وقال لهم بص اللي ماشيين وراه، وكان صادق وأمين معاهم، هو مش عاوز يبعدهم عنه، لا، هم عاوز يقول لهم انتوا ماشيين معايا، انا اقول لكم الطريق ده فيه ايه علشان ما ايه ما تنخدعوش. زي مين اللي انخدع او فهم غلط؟ ام ابني زبدي جت وجابت يعقوب ويوحنا وقالت له انا عاوزه واحد منهم يكون عن يمينك وواحد عن يسارك في ملكوتك. ملكوتك يعني الملك بتاعك. طب هي طبعا بتفتكر ايه؟ الملك الارضي. عاوزه ابنها ده يكون وزير وابنها التاني يكون وزير ويكون حاجه عظيم. فالسيد المسيح رد وقال: انتوا مش فاهمين الطلب اللي انت طالباه. اتستطيعان ان تشربها من الكأس التي أنا أشربها وأن تصطبغ بالصبغة التي أنا أصطبغ بها؟ فقالوا الاثنين: نعم نستطيع. طبعا هم بيقولوا كده مش فاهمين السيد المسيح يقصد الصليب والإهانة والذل والعار. ما كانتش الأم طلبت منه الطلب ده أبدا. فالسيد المسيح حب إن هو يقول لهم شروط التبعية. انتوا مش عايزين تمشوا ورايا؟ طيب تعال اقول لكم على شروط التبعية علشان انا مش بخدعكم ومش هضحك عليكم. انا اقول لكم اذا كان حد عاوز يجي ورايا: من يأتي الي ولا يبغض اباه وام وامرأته واولاده واخواته واخواته حتى نفسه ايضا فلا يقدر ان يكون لي تلميذا. يعني نبغض يعني نكره؟ مش ممكن. المسيح اللي قال احب اعداءكم يطالبنا بان احنا نكره والدينا. انما ايه؟ إنما نفهم هذه الآية من خلال النص بتاع إنجيل متى، قديس متى في الإصحاح العاشر، لما قال: إن أحب أحد أكثر مني فلا يستحق. هنا الكلمة اليونانية، تحتمل المعنى الثاني اللي هو الحب الأكثر. يعني إذا كان حد عاوز يجي ورايا يبقى أنا أكثر واحد أكون محبوب عنده. ما يحبش أب ولا أم ولا أخ أكتر مني. دي بتبان قوي لو واحد من قرايبنا جاله مرض أو تجربة صعبة، الإنسان يزعل ويدين ويتذمر على الله ويقول له ليه كده، ويبكي بحرقة قوي قوي لو انتقل حد منهم. وبعدين مش المشكلة في إنه الإنسان يبكي أو هو يحزن على فراق حد، المشكلة في إنه بيكون متذمر، بيلوم الله، غضبان منه، وده دليل إنه هو بيحب بعض الناس أكتر من إن هو بيحب ربنا نفسه. يبقى المقصود بشرط التبعية ده إنه الإنسان يكون الله هو اللي بيملك على قلبه، أكتر حد بيحبه وأكتر حد بيثق فيه. الشرط الثاني اللي قاله السيد المسيح: ومن لا يحمل صليب ويتبعني فلا يمكن أن يصير لي تلميذا. وفي إنجيل متى يقول كده: إن كان أحد يريد أن يأتي ورائي فلينكر نفسه ويحمل صليبه ويتبعني. إذن حمل الصليب شرط من شروط التبعية، الاستعداد لحمل الصليب، الاستعداد للتجربة،
الاستعداد للإهانة من أجل اسمه القدوس. يبقى الإنسان مستعد لده وما يزعلش من ده، لأن السيد المسيح قال كده: تأتي ساعة يظن فيها كل من يقتلكم إنه يقدم خدمة إلى الله. موجودة في يوحنا 16 في الآية الثانية، يعني تأتي ساعة يظن كل من يقتلكم إنه يقدم خدمة لله. والقديس بولس الرسول في أول حياته لما كان بيضطهد المسيحيين كان يفعل هذا. فمن شروط التبعية إن أنا أكون مستعد دائما لتحمل الإهانة من أجل اسمه، وأعتبر هذه الإهانة مجد ليا وشيء أنا ما استحقوش، يعني نعمة دهني السيد المسيح. زي ما سفر أعمال الرسل يقول كده عن التلاميذ لما اتضربوا من رؤساء الكهنة، يقول كده: أما هم فذهبوا فرحين إذ حسبوا أنفسهم غير مستأهلين أن يهانوا من أجل اسمه. لما اتضربوا مشوا فرحانين، هم ضربوهم وقالوا لهم روحوا ما حدش يتكلم عن الاسم ده تاني. يقول كده سفر أعمال الرسل: أما هم فذهبوا فرحين بعد ما اتضربتوا. ليه؟ ما نستاهلش ان احنا نهان من اجل اسم. دي مجد بالنسبة لنا، دي كرامة، او ده نوع من انواع التميز ان الله يسمح لنا ان احنا نهان من اجل اسم. عشان كده السيد المسيح قال لك: طوبى لكم اذا طردوكم وعيروكم وقالوا فيكم من اجل كل شر الكاذبين، افرحوا وتهللوا لاجل اجلكم عظيم في السماوات. فمن شرط التبعية الثاني هو الاستعداد، انكار الذات والاستعداد لحمل الصليب، لانه مش هقدر احمل الصليب غير لما يكون في انكار للذات. وبعد كده السيد المسيح اتكلم عن المثلين اللي بنسميهم حساب النفقة. المثل الاولاني ان الانسان اللي عاوز يبني برج، فالسيد المسيح بيقول مش يجلس الاول ويحسب النفقة ويحسب كده يقدر يكمل ولا ما يقدرش يكمل، لأن لألا يضع الأساس ولا يقدر أن يكمله. إيه ده يا رب ده؟ إحنا تعودنا إن إحنا ما نشيلش هم طول ما إحنا معاك، ما نحسبهاش. إحنا نشتغل وإنت بتشتغل معانا، ما بنحسبهاش. لما بنيجي نبني كنيسة ما بنقولش هنجيب الفلوس فين فين، بنبدأ ونقول يا رب كمل. لو حسبناها كده يبقى مش هنبني أبدا. وحاجات كتيرة روحية وأعمال كتيرة للخدمة ما نقدرش نبدأها لو قعدنا نحسبها كده بالورقة والقلم. لا، سيد المسيح ما يقصدش بيها العمل الروحي، العمل الروحي في الخدمة، في مجال الخدمة. أمال يقصد بها إيه؟ يقصد بها أن الإنسان يكون صادق مع نفسه. الأساس اللي مقصود، اللي البرج المقصود به هو حياة الإنسان، علاقته بالله، حياته مع الله عبارة عن برج من الفضائل بيبنيه الإنسان طول حياته. طول ما هو عايش على الأرض في فضائل كتيرة جديدة كمان بيعملها بيبنيها، فيه محبة وفيه طاعة وفيه رحمة وفيه حاجات كتيرة قوي قوي قوي، وفيه حكمة، فيه اتضاع، وكل فضيلة من الفضائل دي الإنسان فيها طول حياته بيجاهد معاها. ده البرج للإنسان اللي ربنا عاوز يتكلم عنه. طيب، والأساس واحد، الأساس هو السيد المسيح نفسه. عشان كده القديس بولس الرسول في رسالته الأولى لكورنثوس يقول كده: فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع. محدش يقدر يحط أساس غير اللي موجود، مين؟ الذي هو يسوع المسيح. يبقى فإنه لا يستطيع أحد أن يضع أساسا آخر غير الذي وضع، الذي هو يسوع المسيح. ده الأساس، إيماننا به وإيماننا بتجسده وفدائه اللي قدمه لنا على الصليب، هو ده الأساس. وبعد كده بقى كل واحد بيبني بقى برج، من البرج بتاعه يبني بقى الطوابق بتاعته، الأدوار والفضائل. طيب، والمقصود بيها انه يحسب الحساب. حساب ايه اللي نحسبه؟ يعني الانسان يشوف نفسه هو هيقدر مثلا في حياته يكرس كل حياته للسيد المسيح فعلا ولا مش هيقدر، ولا ممكن يندم. يعني في ناس تدخل الرهبنة وبعدين تندم وتحس انه مش ده الطريق بتاعها وتحس ان هي مش قادرة تكمل. في ناس كده، في ناس تعمل ندر وتقول لك انا هكرس حياتي للسيد المسيح تماما
وابعد عن كل عمل، ماليش دعوه باي حاجه. وبعدين يندم، زي واحد في يوم من الايام، ودي قصه حقيقيه، كان معاه فلوس كتير وراح تبرع بالفلوس كلها وراح الدير، قال اعمل زي الانبا انطونيوس، وبعد اسبوع قال لهم لا مش نافع الموضوع ده، عاوز فلوسي. انا ما اقدر برضو اعيش غني واخدم السيد المسيح. فمش كل اللي دخل الرهبنه نجح، ومش كل اللي دخل الكهنوت نجح. يقول لك ده مش وزنتك، ده مش طريقك. انا عاوز السيد المسيح ومال. ممكن تنجح وتبقى رب اسره ناجح وزوج ناجح اب ناجح، لكن احسن ما تكون راهب وتندم في حياتك. فالانسان يشوف الوزنات بتاعته قد ايه. مش كده بس، حتى لو الانسان بقى راهب، مش كل راهب يقدر يكون متوحد، ومش كل راهب يقدر يوصل لدرجة السياح. دي وزنات وامكانيات لازم الانسان يحسبها كويس، لدرجة انه البابا شنودة الله ينيح نفسه في عصره اصدر قرار بانه الراهب اللي عاوز يتوحد بعيد عن الدير لازم يقعد مع قداسة البابا شخصيا الاول، وبعد كده البابا يوافق او ما يوافقش على ان هو يتوحد. ليه؟ مش الكل بينجح وفي ناس كتير بتضر. يقال انه لما البابا كرولوس السادس الله ينيح نفسه حب ان هو يتوحد، كان ابونا عبد المسيح صليب المسعودي هو اب اعتراف، وكان يعتبر اكبر الرهبان في دير البراموس، فوافق ان هو يتوحد. فالرهبان الكبار لما سمعوا بدأوا يكلموا أبونا عبد المسيح ويعاتبوه ويقولوا له إزاي تسمح لابنك إنه يتوحد ويبقى فريسة لحروب الشياطين. قال لهم هو عنده الاستعداد وعنده الوزنة. قالوا له أنت نفسك ما توحدتش، إزاي تطبق على ابنك حاجة أنت نفسك ما عملتهاش؟ قال لهم هو يقدر، أنا ما أقدرش. هو عنده الوزنة دي، ربنا مديله الإمكانية دي، لكن انا ما اقدرش. ده حساب الايه؟ النفقه. هقدر ولا ما اقدر؟ ربنا مديني الوزن دي ولا مش مديهاني؟ اقدر على دي ولا ما اقدرش عليها؟ انا مش راجل اداري، مش هقدر اكون مدبر في يوم من الايام، لكن ممكن اصلي. انا ما عنديش موهبه الاداره، ما عنديش موهبه ان انا اتدخل في امور، لكن عندي موهبه تاني، ممكن يكون عندي صبر في احتمال حاجات تانيه. اذا الانسان يحسب إمكانياته ووزناته كويس ويسلم حياته لمشيئة الله. المثال الثاني اللي قاله السيد المسيح عن أي ملك يمضي إلى محاربة ملك آخر، فأفلا يجلس أولا ويتشاور هل يقدر أن يراقب 10,000 الذي يأتي عليه 20,000؟ دي الحرب الخارجية. يبقى في نوعين من الحروب، في حرب داخلية، ده البرج بتاع الإنسان اللي بيبنيه بتاعه حياته، وفي حرب خارجية بتيجي. الحرب الخارجية دي بيجيبها الشيطان وبيجيبها الإنسان لنفسه في بعض الأحيان. في حروب بر ذاتي بتيجي للإنسان، في حرب الكبرياء دي موجودة للإنسان، في حرب محبة المال دي موجودة، حرب هقدر عليها ولا مش هقدر عليها، ما دخلش نفسي في حرب أنا مش قدها. يقولوا كده الإنسان الحكيم ما ينزلش للحرب وهو مش قدها. في ناس كتيرة تقول لك أنا أحل المشكلة دي، وبعد يجي يحل المشكلة يلاقي نفسه هو نفسه دخل وبقى جزء منها وتأثر بيها، وأصبح هو نفسه عليه حرب من الشيطان. زي الراهب اللي في يوم من الأيام سابوا له بنت عليها شيطان، قعد يصلي وما قدرش، وبعدين قال لهم سيبوها لي للصبح، والشيطان ضحك عليه وأغراه وأخطأ، واضطر ان هو يدفنها، اللي هو ابونا يعقوب البردعي. وبعدين كان المفروض يحسب شويه كويس الحرب اللي هي عليه. يقول لك كده الانسان الحكيم شطرته ان هو يهرب، مش شطرته ان هو يواجه. في بعض الاحيان، مش في كل وقت، لكن في بعض الاحيان شطاره الانسان ان هو يهرب. ده المقصود بالتصالح، مش ان انا اتصالح مع الخطيه، وانا اتصالح مع الخطيه لا، لكن في خطايا أهرب منها، زي ما يقول كده الكتاب أما الشهوات الشبابية فاهرب منها. يقول كده، ده اللي قاله القديس بولس للقديس تيموساوس.
مش يقول لا ده انا هغير الكون، لا ده انا بشر حتى الناس الملحدين وحتى الناس اللي عايشين في الخطيه. ناس كتيره بدات ان هي تحارب الالحاد، وبعدين انتهى الموضوع بان هي امنت بالالحاد وتاثرت عليها الافكار الالحاديه. ليه؟ لانها مش مستعده، ما عندهاش استعداد، لا عندها استعداد الثقافي ولا عندها حتى عيش النعمه في حياتها، يعني مش ضايقه النعمه كويس، بحيث ان هو لما يدخل في حرب الافكار دي يقدر ينتصر عليها. اصل موضوع الثقافه والفكر ده فكر وقصاده فكر وفكر وقصاده فكر، مش هنخلص. لو انا مش متحصن بالنعمه كويس وضايقها وعايشها في حياتي كويس هتاثر، لان انا مش بدافع عن المسيح كفكره، انا بدافع عن المسيح كحياه انا بعيشها. فيجي واحد يقول لك ده ما فيش، يقول لك ما فيش ازاي، ده انا عشته، ده انا قعدت معاه، ده انا دقته، ده انا كل كياني مليان بيه، فده مش ممكن يتاثر. لكن يجي انسان تاني يدخل في هذه المعركه، نبص تلاقي ايه؟ راح اتاثر، اتهزم. عشان كده يقصد بيه الصلح، انا مش هتصالح مع الخطيه، لا لا انا مش هواجهها، انا مش قد الحته دي، انا اضعف من الحته دي، لسه عاوز اتحصن بالنعمه اكتر من كده، لسه عاوز يبقى ليا حياه قويه اكتر من كده. انا مش اعظم من ابونا داوود وشمشون وسليمان اللي اخطاوا والخطيه ضيعت حياتهم او ادق اثرت في حياتهم، لانه ابونا داوود لانهم كلهم في النهايه ما هلكوش يعني. لكن طبعا الخطيه كانت كتبت في حياتهم سطور مش حلوه. انا مش قد دول، مش اعظم من القديس اللي اخطا. ياما شطارتي في بعض الاحيان ان انا اهرب من هذه المواجهه وان انا ابعد بعيد عنها، ده المقصود بالصلح. اذا الانسان عليه ان يحسب جيدا حساب النفقه في حياته، وما يحاولش ان هو يدخل في مواضيع اكبر من الوزنه اللي ربنا اديها له. مش كل واحد يقدر يترهبن، ومش كل واحد حتى في الرهبنه يقدر يتوحد. وعلى الانسان ان هو يحسبها كويس، انا مش قد الخطايا دي، ومش قد ان انا اواجه الناس دي، انا ضعيف، انا لسه حياتي مع المسيح في البدايه، وممكن اتاثر، ببقى عامل زي النبتة الصغيرة. يا ترى النبتة دي ليها عمق في الأرض، ولا لما تيجي الريح الشديدة هتشيلها أفكار إلحاد وأفكار تانية فيها تشكيك في العقيدة وشهوات؟ هقدر أواجه ده ولا أفضل إن أنا أبعد والأفضل إن أنا ما واجهش؟ ده المقصود بالصلح. وفي النهاية على الإنسان أن يتحصن بالنعمة، وأن يطلب من الله يديله حكمة ويديله قوة علشان يبقى عنده روح التمييز، اللي يقدر يعمله واللي يقدر ما يعملوش. وما يحزنش لو حتى ربنا مديله وزنات قليلة، لأنه الذي يعطى قليلا يطالب بقليل، يطالب بقليل، والذي يعطى كثيرا يطالب بأكثر. يعني اللي عنده قليل ربنا هيطلب منه القليل، يطلب قليل، واللي عنده كتير لا مش هطلب منه كتير، هطلب منه أكتر، فيبقى مبسوط ويقول ربنا بيحبني، إداني حاجة على قدي. وفي النهاية المكافأة هتكون حلوة خالص، والمكافأة هتكون الملكوت. ربنا يعطينا إن احنا نمتلك هذه الحكمة، وإن احنا دايما يكون لنا علاقة قوية عشان ربنا ينور لنا طريقنا ونعرف نتصرف إزاي، ويكون عندنا روح التمييز والحكمة في كل وقت. وإلهنا المجد دائما أبديا، أمين. أغنية آخر.